كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار. لن يطول الظلام طول الظليل، لا لن يضام، نحن جيل هما نحن فينا عمر. صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر. قف يا زمن، قف يا زمن، قف يا زمن، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: إذا ذكرتم عمر طاب المجلس، وما زالت مجالسنا تطيب بذكر عمر وتدارس أيامه والحديث عن مناقبه. وحديث اليوم عن الخشية، فخشية الإنسان لربه لها أعمق الأثر في حياته، في سلوكه وتصرفاته، في أقواله وأفعاله. ولسنا نعني بالخشية هنا كثرة الصلاة والصيام والحج والزكاة، فما أكثر المصلين والصائمين والزائرين لبيت الله، فهذه الفرائض هي أسس الإسلام، ولا إسلام بدونها. ولكن ما أقصد بالخشية هنا تلك الحالة التي تلازم القلب وتجعله في حضور دائم مع الرقيب الحسيب سبحانه. والمتأمل في شخصية عمر رضي الله عنه يجد أن مفتاح تلك الشخصية هو إيمانه بالله سبحانه وتعالى، واستعداده الدائم لليوم الآخر. وكان هذا الإيمان سببا في التوازن المدهش في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك لم تطغ قوته على عدالته، ولا سلطانه على رحمته، ولا غناه على تواضعه، فرضي الله عنه وأرضاه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لو عثرت بغلة في ضفاف دجلة بالعراق لخشيت أن يسألني الله يوم القيامة عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. جاء أعرابي ذات يوم فوقف عند دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، جهز بنياتي وأمهن، أقسم بالله لتفعلنه. فقال عمر: فإن لم أفعل ماذا يكون يا أعرابي؟ قال: أقسم أني سوف أمضينه. قال عمر: فإن مضيت ماذا يكون يا أعرابي؟ قال: والله عن حالي لتسألنه، ثم تكون المسألات ثمة، والواقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر حتى اخضلت لحيته بدموعه، ثم قال: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم، لا لشعره، والله ما أملك قميصا غيره. وهكذا بكى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بكاء شديدا، تأثرا بشعر ذلك الأعرابي الذي ذكره بموقف الحساب يوم القيامة، مع أنه لا يذكر أن عمر ظلم أحدا من الناس، ولكنه لعظيم خشيته وشدة خوفه من الله تعالى تنهمر دموعه أمام كل من يذكره بيوم الحساب. كان عمر رضي الله عنه يعي جيدا
قوله سبحانه وتعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فكان عمر منيبا أواها خائفا وجلا. بعد معركة القادسية بعث سعد بن أبي وقاص إلى عمر رضي الله عنهما بتاج كسرى وسيفه وسراويله وقميصه وخفيه وزينته. نظر عمر في وجوه القوم فكان أجسمهم وأمدهم قامة سراقة ابن مالك، فقال: يا سراقة قم فلبس. فقام فلبس، فقاله عمر: أدبر فأدبر. ثم قال: أقبل فأقبل. ثم قال عمر: بخ بخ، أعرابي من بني مدلج عليه تاج كسرى وسراويله وسيفه وخفاه، رب يوم يا سراقة ابن مالك لو كان عليك فيه من متاع كسرى كان شرفا لك ولقومك. انزع. فنزع سراقة، فقال عمر ومد يديه إلى السماء وقال: يا رب يا رب، إنك منعت هذا رسولك ونبيك وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني، ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني، ثم أعطيتنيه، فأعوذ بك أن تكون أعطيتني إياه لتمكر بي. ثم بكى عمر حتى رحمه من كان عنده، ثم قال لعبد الرحمن: أقسمت عليك، بع كل هذا ثم قسمه قبل أن تمسي. ذاك هو حال عمر رضي الله عنه طوال حياته، كان مسلما مؤمنا محسنا، وشاء الله أن يكون وضوحه مع نفسه ومع الناس وخشيته لربه وإشراق تلك الخشية في رجولته حديثا يروى على الأجيال. فما من موقف يتطلب رجولة واضحة في ظل خشية ربانية طاهرة إلا وجدت عمر هناك. كانت كل خفقات قلب عمر واعية ذاكرة، وكل أنفاسه مفكرة متدبرة، الفريضة عنده راحة وضياء، والنافلة خوف ورجاء، فهو يرى الله بقلبه قبل أن يرى القبلة التي يتجه إليها بعينه، يستشعر جبروت القوي القاهر، يعبد ربه مستعينا به جل وعلا. أكثروا من ذكر النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامها حديد. هكذا كان يقول عمر. وكان عمر ربما توقد النار ثم يدلي يده فيها يقول: يا ابن الخطاب هل لك صبر على هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي ويصيح ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، لو عثرت بغلة في ضفاف دجلة بالعراق لخشيت أن يسأل الله يوم القيامة عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ هذه مراقبة الواحد الأحد. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. نعم، اللهم من ولي من أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ولو يسيرا ولو وظيفة أو مشيخة أو إدارة أو إمارة أو وزارة فشق عليهم فاشقق عليه، غدا تكون المشقة عليه يوم العرض الأكبر. يشق الله عليه كما شق على المسلمين في الدنيا وعلى الفقراء والمساكين وعلى الأرامل والأيتام والمحتاجين، والجزاء من جنس العمل. يوقفه الله تعالى نادما خاسئا ذليلا حقيرا يوم لا حاكم إلا الله، يوم ينادي الملك بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه ويقول: لله الواحد القهار.
ذكر الطبري في تاريخه عن سلمة أنه قال: مر عمر رضي الله عنه مسرعا وأنا في السوق ومعه الدرة، فقال: امطي عن الطريق يا سلمة، أي ابتعد. قال: ثم خفقني بها خفقة ضربة فما أصاب إلا طرف ثوبي، فابتعدت عن الطريق. يقول سلمة: فلما كان العام المقبل بعد عام لقيني عمر في السوق فقال لي: يا سلمة، هل أردت الحج هذا العام؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فأخذ عمر بيدي فما فارقت يدي يده حتى دخل عمر بيته فخرج كيسا فيه 600 درهم، فقال عمر: يا سلمة، استعن بهذا المال واعلم أنها من الخفقة التي خفقتك عام أول. تلك الضربة التي أتت على ثوبه. يقول سلمة: قلت: والله يا أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها فقال عمر: والله ما نسيتها بعد. سبحان الله. يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخائف المرتجف من ربه، يأتي إلى حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين الذين لا يدخلون الجنة. يأتي إليه الخليفة عمر ويقول له: يا حذيفة، أسألك بالله، أسماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين؟ أسماني رسول الله من المنافقين؟ لا إله إلا الله. إن كنت يا أبا حفص من المنافقين فمن هو المؤمن؟ وإن كنت من الكاذبين فمن هو الصادق؟ وإن كنت من المرائين فمن هو المخلص؟ لا إله إلا الله. يا عمر، أنت بذلت مالك وبذلت دمك في خدمة لا إله إلا الله وتبكي على نفسك أن تكون منافقا؟ لكنه الخوف من الله، الخوف من النفاق. فدمعت عينا حذيفة وقال: لا والله يا عمر، ما سماك من المنافقين ولا أزكي أحدا بعدك. فرضي الله تعالى عن عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر، هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر، هذا عمر. يوم جنى أحلامه. أيها الإخوة، ما كان عمر من طينة أخرى غير طينة البشر، ولا كان معصوما ولا كان مختصا بصفة لا تتوافر لدى غيرهم المسلمين، بل إن عمر قبل إسلامه كان دون أبي بكر في كل شيء تقريبا. فالصديق رضي الله عنه ما شرب الخمر ولا سجد لصنم ولا خاشى المسلمين ولا آذاهم، وكل ذلك فعله عمر رضي الله عنه قبل إسلامه، ولكنه بعد إسلامه تحول إلى مدرسة يتعلم منها كل من رآه وسمعه معاني الخشية والوضوح، مدرسة نتعلم منها كلنا أن كل من قارف المعاصي ليس بمستعص عليه أن يلج باب الإنابة إذا صح منه العزم، وحري بكل من غمس في الإثم أن لا يتمادى في اليأس من رحمة الله. فباب التوبة مفتوح وعطاؤه ممنوح وخيره يغدو ويروح. كان عمر رضي الله عنه يقول في محاسبة النفس ومراقبتها، يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها الإخوة المشاهدون، أين نحن من أيام عمر؟ أين نحن من مدرسة عمر؟ سؤال لا بد أن يسأله كل منا نفسه. نستودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر، هذا عمر. يوم رواه
يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر، يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر.